مشاهدي محمد يابريس، اهلا وسهلا بكم مساء هذا الاحد واللي كيتزامن مع يوم من ايام فصل الصيف بالمدينه. اذا احنا غادي نخرجوا من شارع محمد الخامس وغادي ندخلوا لشارع الحسن الثاني حيث الاكتضاض، وهذا امر طبيعي كل موسم الصيف كيتقاطر على مدينه المحمديه عدد كبير وكبير بزاف من المصطفين خارج مدينة المحمدية، خاصة من الدار البيضاء ونواحيها. إذا غادي نوريكم حركة السير والجولان بالمحمدية. إذا الناس اللي انضموا للصفحة أول مرة بطبيعة الحال وكما كنطلبوا منهم فضلا ورجاء باش انهم يتابوناو فلاشين باش دائما يوصلهم الجديد ويفعلوا الجرس باش يطلع لهم دائما اللايف الجديد. اذا غنطلقوا من بعد ما يدخلوا باقي الاصدقاء ديال الصفحه. اذا نحن كنغادروا شارع محمد الخامس في الاتجاه الى شارع الحسن الثاني. امامي عدد من رجال الشرطه، رجال المرور اللي كينظموا حركه السير والجولان بمدينه المحمديه، خاصه هنايا بشارع الحسن الثاني. قبيلة دز صراحة واحد المشهد يعني خطير، هو صراحة الكلمة اللي خاصة تقال هي خطير، ملي كتشوف واحد الاكتضاض كبير في جوج ديال المحطات، المحطة ديال نافسو والمحطة ديال ويسون اللي كيديو للدار البيضاء وكيديو للبرنوسي، واحد المدينة واحد البرنوسي، ازدحام كبير وكبير بزاف. الشباب ملاصقين مع بعضياتهم، المسافة الأمان راه ما كايناش الريحة ديالها. امر خطير وامر غريب في نفس الوقت، في الوقت اللي السلطات كيطالبوا بانه المواطنين خاصهم تكون المسافه الامان بيناتهم وخاص الحافلات ما يهزوش اكثر من 50%، فعلى ارض الواقع كنلقاو العكس وهانتوما غادي تشوفوه. اذا راه كاين واحد الازدحام كبير. اذا حنا دابا دخلنا لشارع الحسن الثاني بمدينه المحمديه. اذا كما كتشوفوا استنفار امني، اذا كما شفتوا الاكتضاض، كما كتشوفوا الاكتضاض اكتضاض خطير خطير جدا هنا بشارع الحسن الثاني في الجوج المحطات، المحطة ديال 800 والمحطة ديال 900. شوفوا شحال ديال الناس كيتسناو الطوبيس، وشوفوا شحال ديال السيارات، شوفوا شحال ديال السيارات في شارع الحسن الثاني. إذا راه كنوجهوا النداء ديالنا لأصحاب السيارات أنهم ماشي بالضرورة اللي كان في البحر ديال الصابليط انه ضروري يدوز من شارع الحسن الثاني، راه كاينين طرق اخرين، راه كاين يدوزوا من شارع من زنقه سوس وغاديين يدوزوا من حدا العماله، وبالتالي غاديين ياخذوا الاتجاه ديالهم يا اما الحسنيه ولا اما من اخرى، او لا ياخذوا الطريق الاخر ديال شارع الرياض. راه حتى هو خاوي، كاين شارع المقاومه، راه ماشي بضروري الاكتضاض خاصو يكون في شارع الحسن الثاني. المهم الساكنه ديال المحمديه في المنطقه ديال العاليه اللي بغاو انهم يمشيو للقصبه، راه الامر صعيب شويه. راه نتوما كما كتشوفوا
يرجى انهم تحويل الوجهه عبر طرق اخرى. اذا هانتوما كما كتشوفوا هنا في الالي انا غادي مرتاح. حتى السياره تقريبا ما كاينه ورايا وقدامي ما كاين حتى شي واحد، ولكن باش تعرفوا راه كيكون خلل، طبعا خلل كيرجع للسائقين. هانتوما كما كتشوفوا هنا غادي باريحيه، حتى واحد ما ورايا حتى واحد ما قدامي، ولكن في المقابل في الوجهه الاخرى عدد العشرات بل المئات من السيارات كيلقاو مشكل. اذا كنتمنوا ان السائقين ياخذوا طرق اخرى، وجهه اللي يمشيو منها للقصبه او اللي غادي للدار البيضاء ايضا، بحال مثلا شي واحد اللي هو من الدار البيضاء وعنده الطوموبيله ديالو وهو كاين في الصابليط، راه ماشي بالضروري يدوز من شارع الحسن الثاني، راه كاين طريق السيار، كاين الشارع ديال الرياض، كاين بزاف ديال الطرق. اذا هذه عمليه تحديثيه اللي كنقوموا بها وكنوضعكم في الصوره بطبيعه الحال. المشكل الاخر اللي غادي نتكلموا فيه وراه تكلمنا فيه البارح والبارح، وهو ان المواطنين ديال مدينه المحمديه كيلقاو مشكل في الحافلات. مدينه كبيره فيها ثلاثه ديال الخطوط 800 و900 والرقم واحد اللي كيدير المرسى من العالية للمرسى، في حين ان مناطق اخرى وهي في حاجه الى خطوط جديده، بحال مثلا من صابليط الحسنيه، من صابليط لدرب الشباب، من صابليط الرشيديه، من صابليط الحي النصر، هذه خطوط خاصها تكون. علاش اللي ما تكونش؟ الطوبيسات باغيين يخدموا وباغيين يديروا خطوط، ولكن دابا المشكل راه ديال الجماعه. دابا الجماعه ما كاينش مع من غادي تتكلم، ما يعطوكش معلومه، ما يستقبلوكش، ما يرحبوش بك، سلامة ما كيقولوهاش. لمن غادي تشكي؟ ايه تبغي توضيحات بزاف ديال الامور في المحمديه، غير باش تعرفوا شحال من واحد كيقول لك وراك انت كتبقى غير داوي، وسير سولهم، ايوا سيدي يلاه معايا انت وسولهم، يلاه غدا في الصباح ونتلاقاو في الجماعه مع تسعود. اللي قالها نمشي مع غدا مع تسعود. غير باش تعرفوا راه ما كاينش اللي غادي تخاطب في الجماعه ديال المحمديه، ما كاينش. بزاف ديال الامور اللي خاصها تغيير، خاصها الاصلاح، ولكن راه كلشي كيشارك في الاصلاح، غير ما هو راه هما خاصهم يعرفوا هذه القضيه هذه. راه كلشي الجمعيات، الصحافه، المواطنين بنفسهم. لان ما كما كيعرف الجميع شكون هما الناس اللي في الجماعه، راه مواطنين عاديين، راه انضموا للاحزاب، شاركوا في حملة انتخابية، داروا برنامج، وصلوا للكراسي، ملي وصلوا للكراسي اللعبة تغيرت، هادشي راه معروف. على العموم هذا موضوع آخر وموضوع طويل، موضوع الساعة دائما عندنا. إذا هانتوما كما كتشوفوا أيضا حنا مازال في شارع الحسن الثاني، كاين واحد الاكتضاد ديال السيارات، ازدحام، اختناق، هذه هي الجملة اللي خاصها تتقال، اختناق مروري. السلطات الأمنية بالمحمدية كتقوم بالواجب ديالها، ولكن الله غالب. كاين الشارع الاخر ديال الرياض راه مزيان حتى هو، ولا هو غيكون في شد الاكتضاد، ولكن ماشي غادي يكون اختناق بحال هذا. اذا حنا كنوضعكم في الصوره، وصراحه راه كيبقى فيه الناس اللي كيجيو على رجليهم من الصابليط حتى العاليه المحمديه، لان التاكسيات راهم ما كاينينش، وكتكون التكلفه غاليه لبعض الاباء اللي كيبغيو يجيو يتبحروا مع وليداتهم، واللي كيفضلوا الشاطئ ديال الصابليط وشواطئ اخرى اللي في هذه المنطقه هذه، باش انهم ما كيبغيوش يساهموا في الازدحام في شاطئ المركز، كيفضلوا يمشي ولو على رجليهم حتى للصابليط. اذا علاش ما يكونش طوبيس؟ علاش ما يكونش 02 03 04؟ علاش؟
انتما كتشوفوا بالصوره راه الناس غاديين على رجليهم، الناس غاديين متعبين من واحد التبحيره دوزوها، ولكن اللي بغى يحسن الصور خير سنحل. لان صراحه المحمده فيها شواطئ جميله ورائعه، وفيها واحد لافاليز حتى هي ممتعه، ولكن خاص المسؤولين اللي يوفروا الراحه للمواطنين ديالهم ويوفروا الراحه للزوار ديال مدينه المحمديه من باقي المدن، ويوفروا الراحه ايضا للسياح ديال مدينه المحمديه اللي كيجيو من برا. كل هذا الشيء ما كيتخداش بعين الاعتبار في مدينه المحمديه، حيت حنا بغينا غير نسمعوا راه شي مسؤول مشى لشي منطقه وخبروا الصحافه من خلال القسم ديال التواصل عندهم الا كان القسم ديال التواصل، ويخبروا لنا ويجيو نصوروا باش نوضعوا الساكنه ديال المحمديه. راه كاينين مسؤولين وكيقوموا بزيارات تفقديه للشواطئ، للمساحات الخضراء، للشوارع، للاحياء. خصنا هادشي الساكنه باغا تعرف المسؤولين ديالهم شكون هما، باغا تشوفهم في وجههم، باغا تشوفهم في الاحياء، باغا تشوفهم في هاد المشاريع. ولكن المسؤولين راه كنقول الله يهديهم، راه نقولها ونعاودها. اذا انا ما غاديش نكمل مع من شارع الحسن الثاني كله كما قلت قبيله، انا هضرت من هنا حيت هذا هو الممر الوحيد اللي كاين. رانا دابا غادي نحاول باش ندوز من زنقه سوس باش ندخل من القصبه، عاد باش نعاود نخرج شارع الحسن الثاني ملي غادي نبغي نمشي للعاليه. يعني انا في هذه الحالات هذه ماشي مشكل الى يعني ندوزوا من وسط الازقه وهذا باش نخفوا. انتما كتسمعوا لابيلانس السياره غاده، خاص تلقى واحد الطريق خاويه ومريحه. انتما شوفوا شحال ديال الناس غاديين على رجليهم، فهمت؟ لان الطوبيسات ما كاينش هاد 02 ولا 03 اللي قلت انا خاص يكون، وراه كان في مدينه المحمديه من قبل. على التذكير ان راه باقي ما قريت حتى شي تعليق، التعاليق راه ما كنقراهم حتى كيسالي اللايف، لان كنركز في بزاف ديال الامور الاخرى. اللي علق مزيان هو داك، اللي ما علق ما عندنا ما نديرو ليه. راه الناس راهم كيسمعوني وكيشوفوا التعليقات الاخرين وكيقارنوا. مهم اليوم للمحمدية حالة استثنائية، كاين واحد الاكسيدات كبير. لا ما عمرو كان، نقدر نقول لكم ما عمرو كان بهذا الشكل. هذا المئات من المواطنين قدام النافسون والويسون الطوبيس اللي حدا المحطة ديال القطار، والقطار بنفسه كاين اكتضاض. التاكسيات راهم كلهم خدامين، التاكسيات الكبار، التاكسيات الصغار راهم كلهم عامرين. المواطنين بزاف اللي جايين من الصابليط ومن الشواطئ القرابين اللي غاديين على رجليهم لانه ما لقاوش وسيله ديال النقل. راه عيبه باقي نتكلموا في هذا القرن هذا، والمغرب قطع واحد الاشواط كبيره في التنميه، باقي كنسمعوا انه راه ما كاينش طوبيس بين حي وحي. عيبه، ومدينه حضاريه كتوسط العاصمه الاداريه والاقتصاديه وما فيهاش طوبيس اللي كيدير المواطنين. هادشي اشنو اللي كيخلي يوقع؟ اللي كيخلي يوقع هو انا شفتو دابا والله الا واحد الكارو غادي بالناس، وقبيله شفت لي تروبورتور غاديين بالناس، غاديين بالمواطنين بالفاطي ديالهم، وهادي غاديين هازينهم. اذا بهذه الطريقه ما كيديروش المواطنين، راهم كيشجعوا النقل العشوائي. ايوا ملي كتشوف تريبورتور مركب واحد 12 ولا 16 واحد، ايوا معنيته اشنو؟ اذا هانتوما شوفوا، هاما شوفوا حتى هاد الحديقه دابا، هانتوما شوفوا كيفاش كيديروا ليها، مع حالتها حاله. ما شوف شحال ديال القراعي هنايا، حيت ما كاينش لي بوبيل وهذا،
كنشوفوا واحد المشهد هنايا في هذه الحديقه هذه، كيفاش خسروها وكيفاش الحديقه اللي كاينه في هذه المنطقه هذه. ما شاء الله خلاص غادي توريه، غادي تصور. احنا تقريبا في 3 مارس، ما عرفتش ندز على واحد الاراء صورتها العام اللي فات وصورتها دابا. حنا مجموعه سكنيه عاديه، حي عادي، داري ليه البارير ما يدخلوش صحاب الطوموبيلات، اذا هذا غادي يرجعنا لحوايج اخرين. انا ما عرفتش تجزئه سكنيه عاديه بحال دو شباب، بحال لابيطه، بحال هذا بتيت فيلات، داري لهم بارير ما يدخلوش صحاب الطوموبيلات. ايوا فهم. الا بغيتي تبدا تستفسر وتسول وهذا الشيء بطبيعه الحال ما كاينش اللي غادي يعطيك الجواب، اذا ما غاديش يعطي الجواب. حنا كنبقاو نقلوا الخبر، نقولوا اليوم ونقولوا غدا ونقولوا غدا، حيت هذا واجب عليا. لحد الان راه باقى واحد الحراره مفرطه صراحه. احنا دابا على مقربة من شاطئ المركز بالمحمدية، بخير لاباس، كي داير كلشي مزيان؟ صحيح لاباس، الله يحفظك بارك الله فيك. احنا على مقربة من شاطئ المركز حيث الاكسداد راه كيبان كلشي من هنايا، من بعيد كيبان ليا الشارع ديال سميتو هذاك مولاي يوسف عامر، شيء عادي بطبيعه الحال. حنا ماشي غادي نقولوا عامر ما خصوش يكون عامر، راه الصيف هذا الناس شحال هما في الديور ديالهم من خلال الحجر الصحي، ولكن من اللي خرجوا كيخاص بزاف ديال الامور اللي تكون مقاده. على راسها نعاود نقولها ونعاود نقولها، راه هو الحافلات. الو السلام عليكم. الو وعليكم السلام. شكون معنا؟ الو معكم هناء من باريس. هناء من باريس، مرحبا هناء. مرحبا هناء. خويا كنعيط لكم، انا خويا كنعيط لكم باش نشكركم على هذا. واجب اختي، هذا واجب، هذا واجب. بارك الله فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيك. وانا بنت المحمديه. انت بنت المحمديه، مرحبا. مرحبا. من لاكولين. من لاكولين، اي مرحبا. مرحبا. سلمي لي على الجاليه كامله ديال المغرب كامل اللي كاينه في الطاري. الصوت عندك ناقص، هذاك الشيء الصوت عندك ناقص ناقص، وحنا في واحد البلاصه اللي فيها الصداع بزاف. حنا في شارع مولاي يوسف في الطريق ديال المركز باش نوضعوك في الصوره. ندوز لكم الزوج ديالي. مرحبا به، دوزي لينا الزوج ديالك. واش خير؟ اهلا، كي داير؟ بخير صحيح سي موسى. المفاجاه هادي. وا عزنا سيما، عزنا سيما وكريمه، واش غندير لها دابا؟ فينهم لا ما كاينينش، لا ما كاينينش. عياو لا، نهار الحد كنعطيهم راحه. الحد خالد كيبقى خدام فيه. وداكشي كتفرحونا بزاف اخويا. بارك الله فيك، بارك. ياك شتي الاكتضاد؟ ياك شتي شت شت كل شيء. كي جاك التعليق ديالي واش مزيان؟ شي حاجه ماشي هي دي قولها لي نصحنا. لا 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 لا، الله يكثر خيركم، كل شيء غادي مزيان. التقيدين راه ما عرفتش كنمشيو وحدين. اييه قول لي التعاليق، انا باقي ما قريتهمش. الامور غادا مزيانه. كل شيء مزيان، كندوز لك انا بغيت معاك. داكوغ واخا. الو هنا. الو خويا شكرا على هادشي اللي كديرو، كتبينو ديال محمديه الصوره. اييه وكيعجبوني ديالكم، انا متابعاكم ديما. بارك الله فيك، بارك الله فيك.
بارك الله فيك. هذا واش الجاليه ديال المحمديه كتشوف ام بي لايف؟ كنشوف لايف وعائلتي متابعكم من ميريان. اذا كنشكروك هنا وكنشكروا السي موسى حيت الصوت ناقص. سي موسى راه حيت الصوت ناقص في التليفون هذا هنا، ولكن في التليفون ديالك راه كيكون شويه مزيان، فهمتي؟ دابا غادي ندير تعليق شويه على هذا الحدث اللي كاين هنا، ونعاودوا نتواصلوا ان شاء الله في اللايف ديال المساء. وكنشكركم بزاف 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 بزاف. شكرا شكرا هنا، وشكرا موسى وكل الجاليه ديال المغرب في فرنسا. لا غير عزيز الفيلالي اللي كيقول سير العماله دير طلب صحفي لوقت مسؤول عن هاد الزروينه. درنا طلب حتى في العماله حتى هما ما كيتواصلوش. غير باش نوضحوا لكم، راه الا بغينا نشكيو الاختلالات ديال الجماعه العماله، راه العماله براسها راه ما كتواصلش. غير باش نوضحوا لكم، اذا بقات لينا غير الولايه. اذا كنتواجدوا بشارع مولاي يوسف بالمحمديه في يوم من ايام الصيف في زمن كورونا، ازدحام واكتظاظ كبير كان اليوم تقريبا. الشاطئ ديال المركز والشواطئ الاخرى تقريبا معمرينها الناس ديال كازا، ومرحبا بهم بطبيعه الحال. نقدر نقول لكم بنسبه 65% الشواطئ مملوءه بالناس خارج مدينه المحمديه. ومرحبا بجميع سكان المملكة والسياح بطبيعة الحال. شريطة احترام وسائل الوقاية من خلال التباعد واستعمال الكمامة. إذا حنا في قلب مدينة المحمدية. المشاهدين اللي كينضموا للمشاهدة وكيشوفوا هذا المنظر هنا الجميل، كتنقصوا النافورة ما خداماش منذ 4 سنوات، هنا في قلب القصبة ديال المحمدية والسور التاريخي. ومرحبا بجميع سكان المملكة. مدينة المحمدية فيها فنادق من جميع الأصناف، فنادق كبيرة وفنادق صغيرة ودور الضيافة، مطاعم، مقاهي، أماكن للترفيه. إذن زنقة بغداد إذن هذه هي مدينة المحمدية في فصل الصيف وفي زمن كورونا. اذا كان هذا لايف، وحنا مازال غنتواصلوا معكم حتى لنهايه شارع الحسن الثاني، وعاد باش غادي نخصموا. اذا بقى في عمر هذا النقل المباشر حوالي 6 دقائق، وتعقبه هذا المساء مباشرات اخرى. اذا كما كتشوفوا الاكتظاظ، راه من المفروض هاد المحلات هادو يحترموا الشروط ديال السلامه، ولكن هانتوما كما كتشوفوا كاين واحد الازدحام بالنسبه لهاد المحلات. هانتوما كتشوفوا بعينيكم. اذا دخلنا لشارع الحسن الثاني من جديد من بعد ما خرجنا من نوع على قبل، باش ما حنا ما نساهموش في الاكتظاظ. دخلت من وسط احياء وازقه في وسط مدينة المحمدية باش ما نساهموش في الاكتظاظ. إذا هذا هو النداء ديالنا للسكان ديال مدينة المحمدية، أو للزوار ديال مدينة المحمدية اللي كيتبحروا في الصابلات وكيبغي يمشيو للدار البيضاء، ما يرجعوش من شارع الحسن الثاني. سيروا من لوطوروت، سيروا من الطريق الوطنية ديال بني خلاف، سيروا من شارع المقاومة، سيروا من شارع الرياض، راه ماشي بالضروري شارع الحسن الثاني، راه مكتظ بزاف. غادي تعطلوا، راه إلا كنتوا غادي توصلوا للدار البيضاء في ظرف 30 دقيقة، غادي نتوصلوا لها في ظرف 2 ساعة. مرحبا.
إذن حنا في قلب شارع الحسن الثاني بمدينة المحمدية على مستوى محطة القطار. الاكتضاض في هذه المنطقة هذه في أي حاجة، لا في المقاهي، لا في القطار، لا في النافسون، لا في الويسون، أصحاب الماطر كاينين ولاو كثار وكثار بزاف. ولكن اللي كيعجبني أنهم راه مستعملين يعني الخوذة لي كاسك. إذا انتم كتشوفوا الاكتضاض بمدينة المحمدية، هادو مواطنين اللي يعني كيبغيو يمشيو في الطوبيس للاحياء الشعبية، هادو كاين اللي كيبغي يمشي للحسنية، كاين اللي كيبغي يمشي لدير الشباب، ولكن ما كيلقاش الطوبيس اللي غادي يديه، لانه راه ما كاينينش حافلات داخل مدينة المحمدية. راه نعاود نقولها امر غريب، راه كاين شي حاجة كنبقى نحكر فيها باش تعرفوا، كاين شي واحد كيقول اللي غادي يقولوا راه كتبقى تعاود فيها، راه كنبقى نعاود فيها المشاهدين اللي انضموا لاول مرة في المشاهدة. غير عفوا لو بقيت كنعاود شي حاجه باش نعاود ناكد عليها، وربما شي مسؤول دخل وكيعنيه الامر ويسمعها، لان الهدف من انني كنتكلم على الانتقاد راه ماشي بالضروره باش يسمعوه المواطنين، راني كنتكلم باش يسمعوه المسؤولين، لان المواطنين عارفين اي حاجه وكلهم تقرين، حتى المسؤولين راهم عارفين، ولكن ملي غادي يعاودوا يسمعوها من طرف يعني من الصحافه وهذا، نحاولوا نديروا لهم واحد شويه الحرج باش الامور تصلح وتغير، وهذا هو الدور ديال الاعلام. راه الا بانت لي شي حاجه ماشي هي اللي كان خصو يبينها، وكيف ما غادي يبين لكم الامور اللي ما خصهاش تبان صراحه. هادشي امر خطير، حنا في زمن كورونا والارقام كترتفع، البارح 500 قبيله 300، هاد العشيه ما عرفت شحال ياكدوا لينا شحال قالوا في هاد العشيه بالنسبه لفيروس كورونا وطنيا، وقارنوها ليا مع هاد المشاهد اللي غادي نشوفوا دابايا قدام حديقة 11 نوفمبر ومحطة القطار نافسون والويسون، 800 و900 تكلموا بالعربية، الحافلات اللي كدي 800 اللي كتدي البرنوسي و900 اللي كتدي للدار البيضاء خاصة المدينة. اكتضاض كبير فيها، انتم غادي تشوفوا. وانا دائما كنقول الاكتضاض الا كان راه كاين ليه الحل، راه كاين ليه الحل، عطينا الاكتضاض ديال شحال ندير لك ليه الحل. الباريار يقدروا يوصلوا حتى لواحد الكيوسك كاين هنايا، نديروا الباريار وغادي يكون كلشي منظم، كلشي غادي يكون منظم. وعلى ذكر التنظيم، هان كان قدام شرطي امن اللي كنشكره على العمليه التنظيميه ديالو، قال لي نوقفنا وقفوا بين ما دازوا الاخرين، حنا بطبيعه الحال خصنا نستجيبوا للتعليمات، لانه كاين اختناق مروري الان في هذه المنطقه هذه، وقدامنا ايضا اكتضاض خطير. اذا هانتوما كتشوفوا، وانتوما كتشوفوا هذه النافسون، نمشيو شويه بالمهل لان كاين صحاب الماطر كيغفلوا شويه. إذا هذه هي النقطة السوداء في مدينة المحمدية الآن، هذه النقطة السوداء، ونخافوا لا تكون من شي بؤرة، نقولوها بكل صراحة ما نخبيو حتى حاجة. هانتوما كتشوفوا الازدحام، هانتوما كما كتشوفوا بالصورة، رجال الأمن كيقوموا بالعمل ديالهم. إذا الطوبيسات كيمشيو بطبيعة الحال أكثر من 50%، هانتوما شوفوا الهوندات اللي كيديو المواطنين، لي تريبورتور كيديو المواطنين، ولكن رجال الامن هاهما وقفوهم، كنحييهم. اذا هنا اكثر من 8 العناصر الامنيه في هذه المنطقه هذه المهمه، صراحه الامن داير الخدمه ديالو، ولكن العمليه
العمليه التنظيميه هي اللي خاصها جهه اللي تكلف فيها، ما عرفنا شكون هي الجهه اللي كتكلف فيها. هذا الامر اللي بغينا نتكلموا فيه مع الجماعه ولا العمله، طبعا راه ما كاينش اللي غادي يتكلم معك بالنسبه لما هو امني، راه خدام راه كاين. اذا المشاهدين اللي كينضموا لينا اللي انضموا لينا لاول مره واول مره كيشوفوا هذا اللايف هذا في هذه القناه هذه ديال البث المباشر ديال محمد يابريس وعجباتهم، يديروا لها جيم وبطبيعه الحال يديروا الضغط على الجرس، تفعيل الجرس باش دائما يوصلهم الجديد، لان الجديد راه كاين يعني ماشي غير في هذه الامور هذه، كاين بزاف ديال الامور اللي هي جميله ايضا. كاين نقل ديال المباريات ديال كره القدم ان شاء الله عما قريب، والرياضه الفرديه ايضا، ونقل الانشطه الفنيه والثقافيه على صعيد جهه الدار البيضاء، يعني ماشي غير المحمديه ولا المنصوريه، هاد المباشر كينقل على صعيد جهات الدار البيضاء من خلال المراسلين. اذا اكتضاد كبير بشارع الحسن الثاني، لا اللي قال لي مسح البابريز راه حيت سميتو هاد البلاصه هادي هنا خاصني ندير فيها يعني شي زيف كحل نيشان باش ما يبقاش يعطي واحد الشعر. والطوموبيله صراحه خاصها تغسل شويه اليوم، الحضر من المفروض هو اللي خاصني نرتاحو شويه ونغسل الطوموبيله ونقادوها ونشوفو نطلو شويه على الزيت والماء، ولكن راه ما درناهاش. غادي نحاول ندير هذه العمليه هذه بالليل ان شاء الله، خاصه في الصباح راه عندنا تغطيه مهمه ديال البكالوريا، وغادي نقلوا لكم اول بث مباشر ابتداء من الساعه 7 صباحا، حيث غادي نقلوا لكم العمليه ديال التعقيم والعمليه ديال فتح الاضرفه. اذا انشطه كثيره اللي غادي تشوفوها غدا بطبيعه الحال بالبث المباشر. اصحاب المطر كاينين بزاف اللي كيجيو من كازا كما شفتوا بالصوره. سلام بخير لاباس كدير اليوم؟ اليوم حالة استثنائية بمدينة المحمدية صراحة، والحمد لله ما كانت حتى شي حادثة تسير على طول هاد الشارع، مشيت منه جوج ديال المرات ما كانت حتى شي حادثة، وهذا كيرجع بطبيعة الحال للدور ديال السلطات الأمنية بالمدينة اللي استنفرت أمنيا من خلال عدد كبير من رجال الشرطة رجال المرور اللي كينظموا السير هاهم قدامنا ورانا وفي كل نقطة مهمة واستراتيجية بالمحمدية. إذا غادي نكتفيو بهذا القدر، إذا مشاهدينا غادي نكتفيو بهذا القدر من البث المباشر، وترقبوا بث مباشر هذا المساء إن شاء الله على إم بي لايف الصفحة المتخصصة بالبث المباشر. ومن جديد كنقولوا للمواطنين اللي انضموا لأول مرة يفعلوا الجرس ويديروا جيم للصفحة باش يوصلهم الجديد في أي حاجة. إذن في ختام هذا المباشر دمتم بخير وإلى اللقاء، كان معكم خالد.